بقوم أنا ببناء كود الأحياء. رايت كليك في كالكوليت. طبعا هاي الجملة تم كتابتها قبل قليل. بدي أقوم بإلغائها ونختار رقم البلد زائد نحط هاي الإشارة زائد سيكتور نمبر، نعمل أوكي. ظهر عندنا كود الحي. بدنا نستخدم هذا الكود في الأتريبيوت رول. نبلش من الحي الشمالي، بعديها الجنوبي، الشرقي والغربي. نقوم بعمل سمرايز على هذا الحقل عشان نعرف التكرار لكم من حي في عنا في هذه الطبقة. نختار الحقل سيكتور كود، نوع الإحصائيات يونيك يعني قيم فريدة، نعمل أوكي. نفتح هذا الأتريبيوت اللي ظهر عندنا من هاي أدوات من أداة التحليل. ظهر عندنا 4 أكواد، كل كود بيمثل لنا اسم حي. بنروح على طبقة القطع الأراضي وبنعمل داتا ديزاين، وبنروح على أتريبيوت رول، نعمل إضافة قاعدة نسميها اسم الحي بالعربي، نكتب وصف معين أو نتركه فاضي، ونختار الحقل اللي هو سيكتور A اسم الحي بالعربي. ما بدنا نعدل على قيم هذا الحقل، التعبير اللي لازم نكتبه احنا نكتبه بهاي الطريقة. كيلو وين، نفتح قوس، نختار الحقل الكود السيكتور كود يساوي، نكتب هاي الإشارة، نكتب أول خيار اللي هو 30 17 35 شحطة واحد، بنسكر هاي العلامة. يعني إذا كان هذا الحقل يساوي هاي القيمة نعطيه فاصلة، يعني بعدها اكتب لي. نفتح هاي الإشارة الحي الشمالي، ومنسكر هاي الإشارة أو هذا القيمة. نعمل كمان مرة فاصلة، ننسخها 4 مرات لأنه في عنا إحنا 4 أحياء. والسطر الأخير بعد 4 نكتب نال، ونسكر القوس. ليش كتبنا نال؟ لأنه في حال ما كانتش القيمة موجودة، يعني في عنا 4 قيم، إذا ما كانت القيمة هاي وهاي 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 القيمة الـ4 قيم بتم كتابة نال. بعد ذلك نتأكد من الأكواد. الكود الأول رقمه 1، الكود الثاني رقمه 2، بعدين عنا 3، بعدينها عنا 4. الأول الشمالي، الثاني الجنوبي، الشرقي، الغربي. نتحقق من هذا الكود، نعمل أوكي. واكتشف نكون بتنفيذ هاي القاعدة عند إضافة أو نسخ أي معلم جديد، وعند تحديث المعالم وعند حذف المعالم. في عنا هذا الخيار نقدر إحنا نعطل القاعدة، لكن نترك جميع الإعدادات كما هي. نتأكد من جميع المدخلات الأساسية موجودة، ونعمل سيف. نرجع على طبقة قطع الأراضي، نعملها أتريبيوت تيبل، ونتحقق من نتيجة هاي القاعدة اللي كنا بإنشائها. طبعا القيم هاي انا موجودة عندي من اول، لو اجي اضغط عليها دبل كليك بقدرش اعدل عليها ولا اشي، لكن مثلا رقم البلد بقدر اعدل عليه. لو قمت بتغيير النتيجة الموجودة في الكود هون من رقم 1 لرقم 4 يتم عكس او تغيير اسم الحي، صار عندنا الحي الغربي. بنرجع بدل رقم 4 رقم 1 حيصار الشمالي. بدي اكتب قيمة مش موجودة في التعبير اللي هو مثلا حي رقم 5، ما في عندنا حي رقم 5 اعطاني قيمة نل. وبنفس الطريقة اللي عملناها على طبقة الاحياء بقدر انا ابني قاعدة عشان ابني كود للارقام. ما بدي احفظ القيمة اللي انا قمت بتعديلها، بروح على هذا الخيار، برجع جميع القيم بدون حفظ، بقوم بإضافة حقل جديد اسمه كود القطعة،
كود بارسل. طبعا شنو هذا الحقل؟ نص. بنعمل سيف، بنروح على هذا الحقل بنشوفه انه فاضي، فيش فيه ولا اي قيمة. طبعا اذا كان في قيم زي هيك بدي ارجعهم لقيم نال، باجي بحددهم ورايت كليك في الكالكوليت، بروح على كتابة التعبير المعين بكتب نال، بنعمل اوكي. وبنفس الطريقة اذا انا بدي استخدم لغة ثانية مثل البايثون ما بستخدم كلمة نال، باجي بستخدم كلمة نو، بعمل اوكي، تيجي عندي القيمة نال. بقوم بفتح الاتريبيوت رول، بنضيف قاعدة جديدة لبناء الكود الخاص في قطع الأراضي، نعمل add rule، اسم هاي الرول كود القطع، بقدر أضيف لها وصف، واختار الحقل اللي هو كود بارسل، بدخلي خيار الإديت مفعل، وأجي أكتب الإكسبريشن اللي بدي إياه أنا اللي هو رقم البلد زائد هاي الإشارة زائد رقم الحي زائد هاي الإشارة كمان مرة زائد رقم القطعة. هيك احنا بنينا كود لقطع الأراضي، نعمل أوكي، بنفعلها على كل الخيارات، نعمل سيف، نرجع على الاتريبيوت تيبل، بنروح على الحقل الخاص في كود القطع، موجود عندنا نال. ليش؟ لانه احنا لسه ما قمنا بتعبئته. كيف نقوم بتعبئته؟ لكن مش في هذا الحقل ما بنقدر نعبي ولا اي قيمة. انا قمت بتفعيل خيار الاديت، فانا بقدر اكتب اي قيمة جوا، واذا كانت القيمة خطأ بتم استبدالها بالقيمة الصحيحة. يعني أنا بدي أحط هذا الكود رقم من عندي 30 17 55، صحته رقم الحي 1، رقم القطعة وعندي رقم القطعة 26، بدي أخليه رقم القطعة 99، واضغط على انتر. ما أخذ القيمة اللي أنا دخلت الرقم 99، ظهر عندي القيمة اللي أنا وضعت لها قاعدة. عشان أقوم بتعبئة جميع القيم باجي بكتب القاعدة، أو أي قاعدة باجي بكتبها. مثلا أنا في هاي لغة البايثون إذا بدي أدخل أي رقم مش ضروري أكتب بين علامات زي هدول، لا بترك المربع الإدخال مثلا 90، بدي رقم 90 يجي على كل القيم، نضغط على موافق، ما اجى رقم 90، اجى الارقام الصحيحة. يعني تعال هاي رقم القطعة وهي رقم الحي، رقم البلد، رقم الحي، رقم القطعة انعكسوا في الكود. في عندي انا 212 معلم او قطعة ارض، باجي بعمل سمرايز على هذا الحقل عشان اشوف اذا في عندي تكرار في الاكواد. طبعا هذا الاسم موجود عندي هون، اذا بضغط على موافق تم استبداله، نختار الكود بارسل، الاسم بدنا نغيره عشان ما يصير استبدال، يصير في عنا طبقة جديدة. اجت هاي الرسالة، انا قمت بانشاء تحرير او تعديل على عدة حقول وبيانات، ضروري ان انا اعمل سيف، يا بعمل سيف من هون يا سيف من هون. هي عملنا سيف، بعدها بنضغط على اوكي، نفتح هذا الجدول الجديد، بنلاحظ انه في عنا 212 ريكورد اللي هم عبارة عن 212 قطعة. اذا هاي القاعدة صحيحة 100%، وبميز الكود انه ما بيقبل تكرار، يعني ما بصير انه يكون في عندي قطعة او قطعتين لهم نفس الكود. عندنا موضوع مهم جدا بخصوص الاتريبيوت رول، أخذنا في درس سابق كيف إحنا نقوم بإنشاء قاعدة للسمات، وكانت كيف إحنا نقدر نبني كود لأي قطعة أو لأي حي. لكن في هذا الدرس راح يتم شرح كيف إحنا نقوم بنقل البيانات مكانيا، بمعنى في عنا طبقة قطع الأراضي،
فيهم بيانات وفي عنا طبقة المباني، فأنا بدي أحط قاعدة أي بناء بتم إنشاؤه جديد يأخذ بياناته من قطعة الأرض. يعني لو كنت بإنشاء بناء جديد في هاي المنطقة بتم أخذ الرقم 1 إذا تم رسم البناء داخل حدود هاي القطعة. نكون بفتح الأتريبيوت تيبل الخاص بطبقة المباني، في عنا حق الاسم بارسل نمبر بيتم فيه إدخال رقم قطعة الأرض بدون تدخل يدوي، بدون ما احنا نكتب رقم القطعة بيتم أخذها بشكل يدوي. نفتح القائمة الخاصة بالاتريبيوت رول، رايت كليك على الطبقة، بنروح على داتا ديزاين، بنروح على الاتريبيوت رول، تفتح عنا الواجهة الخاصة بالاتريبيوت رول، بنقوم بإضافة قاعدة من خلال هذا الخيار، بنسمي هاي القاعدة زي ما حكينا رقم القطعة، بنقدر نكتب وصف لهاي القاعدة يتم نقل رقم القطعة من طبقة القطع إلى طبقة المباني عند إنشاء أي مطعم، عند إنشاء أي بناء. نختار الحقل اللي هو بارسل نمبر، نقوم بكتابة هذا التعبير. طبعا هذا التعبير أنا موجود عندي، إذا بقوم بنسخ الإكسبريشن الموجود عندي، هاي الإكسبريشن الموجود، نعمل له كوبي، نعمل هون لصق. طبعا هاي الجملة أو هذا التعبير الموجود عندي، أول اسم اللي هو اسم الحقل الموجود عندي بدي يتم نقل البيانات لإله من طبقة المباني، وعندنا الطبقة اللي اسمها بارسلز تكون موجودة بنفس مكان تخزين طبقة المباني. يعني في عندي جيو داتا بيس موجود فيها طبقة الأبنية وطبقة القطاع يكونوا بنفس مكان التخزين. خيارات التطابق عندي من خلال الانترسكت، يعني من خلال التقاطع، هذا الشرط الخاص بنقل البيانات إنه طبقة المباني تكون متقاطعة مع طبقة القطع الأراضي. طبعا هون في عنا اسم الحقل الموجود في طبقة البارسل، وهون اسم الحقل الموجود في طبقة المباني. في حال ما كان عندي قطعة أرض مرسومة وقمت بإنشاء أنا بناء، إذا ما في قيمة في طبقة الأراضي بتم إدخال القيمة هاي 3 7. طبعا أنا هاي بقدر أغيرها ل null وأخليها 3 7، وهذا الشرط كمان مرة اللي هو التقاطع. في عنا هون الحقل الموجود في الأبنية وهذا الحقل الموجود في طبقة البارسل، في طبقة البارسل أيضا الحقل بنكتبه هون كمان مرة، هون الحقلين، الحقل الأول في طبقة الأبنية والحقل في طبقة البارسل. نتحقق من هذا الكود أو الإكسبريشن، نعمل كل شيء تمام تم التحقيق منه، نعمل أوكي. هاي القاعدة وقتش نكون باستخدامها عند الانسيرت، يعني عند إنشاء أي بناية، وعند تحديث أي بناية، وعند حذف أي بناية. بقدر أختار خيار واحد فقط اللي هو عند الإنشاء، لكن خلينا نجرب جميع الخيارات. بعد كتابة جميع الإعدادات الخاصة بهاي القاعدة بنعمل حفظ، نقوم بتجربة هاي القاعدة من خلال نغلق جميع طبقات. عندك أي قطعة أرض، في عندنا قطعة الأرض اللي رقمها 23، بنروح على واجهة إنشاء المعالم، نختار أي معلم بنقوم بإنشائه في هاي المنطقة مثلا. بعد الانتهاء من رسم البناء بنروح على الأتريبيوت الخاص فيه، بنلاحظ إنه أخذ رقم 23. لو قمت بإنشاء معلم آخر خارج قطعة أي أرض، يعني مثلا هاي المنطقة ما في عندنا ولا قطعة أرض مرسومة، نقوم برسم البناية ونفتح الأتريبيوت، بنلاحظ إنه رقم 3 7 شفناه لأنه ما في عندنا قطعة أرض تحت. إذا أنا بدي أغير رقم 3 7 بنرجع القاعدة، نقوم بالتعديل، بدل 3 7 أنا بدي يتم إدخال كلمة نال. طبعا هاي عبارة مش كلمة، هاي الكود بيقرأ نال إنها فراغ يعني.
نعمل سيف ونرجع نرسم بناية خارج حدود قطع الأراضي، ونلاحظ النتيجة ظهر عندنا نال مثل النال الموجود عندنا هون، هون كله عندنا نال. لكن في حال رسم بناء داخل حدود أي قطعة أرض، هون رقم القطعة 16، ونلاحظ تم نقل البيانات بكل سهولة. طبعا أي شخص بيطلب مني هذا الكود اللي أنا كنت باختياره، أهم إشي يعرف جميع مدخلات هذا الكود كيف إحنا بنستخدمه، وأيضا راح يتم وضع هذا الكود في وصف هذا الفيديو.